السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسن البرقي من ساكنة مدينة الرباط. أنا عندي واحد المشكل اللي وقع للخال ديالي عمر الختيري. وقع لي هذا المشكل هذا في ثلاث سيدي حيا. ثلاث سيدي حيا ما فهمتش واش هي مدينة مهمشة، واش ما محسوباش على هذا المغرب. هذا الخال ديالي كيخدم بناه، وقع لي المشكل في ثلاث سيدي حيا قرب رجال الطرق، ما كيبعدش تقريبا المكان بواحد 400 متر. هذا الخال ديالي تضرب بواحد الآلة حتى اللي هي ليمون، كيقولوا ان هاد الخال هادي ضرباتو الفخده. فعلا الخال ديالي قال لك مضرب الفخذ ديالو. ملي هاد الخال تضرب بقى كينزف بزاف. الصديق ديالو اللي كيخدم معاه مده ديال 20 سنه واللي هو كيشد الخدمات وكيعيط ليه، كيشد الخدمه زباله الفلوس وكيعطيه 4 دريال خدام معاه. واليوم هاد السيد هذا ملي وقع ليه المشكل والصديق ديالو كاين ومعاه سبعه الناس من العمال، ما غاديش يتصل بالدار ديالهم. هاد الصديق ديالو اتصل بولدو قال لي سير لدار عمر جيب لي الرامي، قول لهم راه عمر مضروب. خبر ملي وصلت للدار ديال خالي مشى ولدو لعمر ديالو ما بين 9 سنين حتى 10 سنين كيجري. من دوار المعاقله حتى ثلاث سيدي حيا زعاب غادي عنده واحد 5 كيلومتر باش غيضربها على رجليه وكيجري. واش غيديرها في 10 ديال الدقائق؟ واش غيديرها في 15 ولا 20 دقيقه؟ راه من المستحيل وما كيقبلهاش العقل. هاد الولد ديالو ملي وصل لقلب الاب ديالو في الانفاس الاخيره كلمه اللي قالها ليه، قال لي تهلا في خواتاتك 9 سنين ولا 10 سنين غيقدر يتهلا في خواتاته عباد الله في هذا الشهر المبارك. اب اللي مشى ومشى ضحيه ديال واحد العمل كان تيخدمو، راه عنده حادثه شغل ومول الدار كيتغابى وما عطالوش وقت، وباش يتصلوا بالجهات المختصه اللي هي غتجي تقوم بالدور ديالها وغيسعفوه. وكاينه عيف مدينه تمسنا ما كتبعدش على سيدي حيا، حداها غيتصلوا بهم غيجيو بواحد 5 ديال الدقائق ما يمكنش يتعطلوا، وغيجيو عندهم معدات وناس عندها الاختصاص. جابوا لومبيلونس الجماعه اللي ما كتحتوي على حتى شي معدات. واليوم انا كنقول هاد الهضره قدام اللي يسمعوها ما يمشيش يزوقوها ويديروا فيها المعدات ديالهم ويقول لك لا راها كانت واجده. لاحوا خالي اللور ومشى الخال واصل ميت، والله اعلم. انا تنقول انه ميت تما لان بقوه ما كينزف، وانسان الضربه غارقه بزاف واكثر من الساعه راه ما غيمكنش يعيش. ملي غيوصل الخال ديالي عندي التقرير الطبي، وها هو ما كنهضر بالدليل، راه ما كنهضرش انا بلا دليل. عندي التقرير الطبي بانه ها هو، والانسان كله كيشوف انه وصل ميت لوبيتال بنو سينا الرباط. عندي التقرير ديال الامن ها هو بان هاد السيد راه وصل ميت. عندي يا عباد الله ها هي سيرتيفيكا ميديكال ديال هاد السيد بانه ميت باش حادثه شغل. انا راه ما كنكذبش، انا كنهضر بدليل. هاد ثلاث سيدي حيا مهمشه، هاد الناس ما عطاوناش وقت. وهاد السيد هذا علاش ما اتصلش في رجال الدرك اللي قرابين من المكان بواحد 400 متر؟ والغريب في الامر انني ملي كنهضر معاه كيهضر معايا بهضره مختلفه. ما اتصلش برجال الدرك ملي كيسولوا الامن تيقول لهم حنا راه قمنا بالدور قلنا لهم كلشي. الدمرتو ما قارياش جالسه كتسيني، ما عرفهاش المراه واش بتهديد واش بالله اعلم. المراه ما قارياش غادي تقول لها بحال هكذا راه غتبقى تسيني لك. مع ثلاثة الناس ملي قالت لي شكون هادو، قال لي هادو راه الناس جايين متابعيننا، هما راه هما الشهود اللي شهدوا. وهاد السيد هذا اللي كيقول صديق ديالو هو ماشي صديق، هذا غدار دار هادشي هذا كامل. علاش بغيت نفهم؟ علاش ما يعلمش الجهات المختصة؟ علاش ما يعلمش الدرك اللي حدا ب 400 متر؟ ودا خالي ملي سولته كيقول لي داروا لي الأكسجين في لوبيتال وهو يموت. أنا خالي وصل ميت وعندي التقرير عباد الله راني وليته ليكم. راه ماشي يبقى يكذب ويبقى يقول هاد الهضرة راه الحماقة عباد الله. وهاد مول الدار ملي غادي يجي نهار الكنازة ما جا سول لا في ولاد لا والو، كلا دغما ومشى. حشومة عليك، خمسة ديال الدراري هاد السيد اللي مخلي وعندو حادثة شغل وانت كتغابى عليها، واش عندك ترخيص على الدار؟ راك عندك لاسيرونس. يعني هاد السيد ما تبقاش تقول ليا إطار غير مهيكل. راه إنسان إلا كان جالس عيف قهوة وتيشرب قهوة ومات، راه إذا هاد السيد هذا غيكون تحقيق مع مول القهوة ومع السرباي ومع الناس اللي كانوا معاه. راه لا يعقل. أنا بغيت الناس تشرحوا ليا والناس اللي عندها الاختصاص، كيفاش واحد غادي يموت يوم الاحد غيتضرب مع 8 ولا 8 وربع وغيوصل لوبيتال مينيتي لوبيتال بنو سينا مع 10 ونص ميت، وفي العشيه غيتدفن في نهارو. والانسان اللي دار حادثه بدرجه ناريه راه ما غيمكنش ينوضو يدفنوه، راه غيكون فيها تحقيق على الاقل 3 ايام. مع العلم ان الخال ديالي في نفس النهار كانت حادثه بدرجه ناريه هنايا في مدينه تمسنا، والولد 3 ايام عاد تدفن. وانا السيد ملي كنهضر معاه كنقول ليه ولدو راه كان يوم الحادث، قال لي لا ما كانش.
وقال لي انا غندور الناس ويلاو معايا كاع نتوما عند السيد هما يلاو معايا. ملي مشينا وجا صديق ديال خالي مني اللي كيخدم معاه، جا ملي كنهضر معاه كيترعب. قلت ليه نسولك على سؤال، ولدو واش كان؟ قال لي ولدو راه كان. وبالشهاده ديال الناس اللي كاينين، مره لقاته وبقى فيها الولد كيبكي، عطاتو 2 كيلو البنان وقالت لي ها انت سير للدار اولدي، 2 كيلو البنان غادي تكبر هاد الخمسه ديال اليتامى. عباد الله شكون غايقول لهم لمن غايقولوا بابا نهار العيد؟ شكون غيدخل عليهم الحوايج نهار العيد؟ شكون غادي يجيب لهم هاد الحوايج نهار العيد؟ شكون اللي غيعين هاد الاطفال؟ شكون غيكبرهم؟ عنده بنت 14 سنه كتقرا، كيفاش النفسيه ديال هاد البنت غتقرا؟ الولد اللي مشى وشاف باه في ديك الحاله، كيفاش النفسيه ديال هاد الولد؟ هاد الولد راه ما كينعش، راه يوميا كيفيق كيبكي بالليل. واليوم هاد القضيه وقعت لخالي، غدا غتوقع لواحد اخر. هاد الساكنه ديال سيدي يحيى، ما فهمتش انا هاد الناس هادو علاش كيسكتوا على بحال هاد الشيء. راه اليوم هاد الشيء وقع ليا انا الخالي، غدا راه غيوقع ليكم حتى نتوما لاحد من الاقارب ديالكم. راه خاص الانسان ما يسكتش على الحق ديالو. عباد الله ملي كنمشي انا عند السيله جدان ديال سيدي يحيى زعير، قالوا لي باقي ما غايجيش تسناه نص ساعه ولا كنتسنى. ملي جا وترجع عاوتاني لعندو خرجت ورجعت، لقيت معاه ناس في البيرو، قالوا لي تسنى واحد دقيقه مع شي ناس. ملي خرجوا الناس خرج السيد من البيرو، ملي انا واقف معاه في الباب قلت ليه بغيتك تدخل معايا لداخل الله يخليك، عندي مشكل. قال لي لا هضر معايا هنا. كيفاش غنهضر معاك هنا وانا عندي روح والروح حداك طايحه؟ اذا هاد الشيء هذا راه وراه ناس، اعطيني وقت وتدخل وغتهضر معايا. وانت يا ملي هاد السيله جدان هاد المشكل هذا واقع كامل حداك، هاد السيد ميمكنش يتدفن، خاصو من تما هاد المسؤول اللي صاحب خالي خاصو يجي لعندك ويقول لك اشنو واقع وشنو واقع، وخص الجود تسجيل تما ويعطيك التقرير. علاش انا اليوم غادي نوض وغنبدا نجري؟ هاد الخدمه اللي كندير انا خاصها تكون نتوما دايرينها. واش الخدمه ديالكم غنديرها انا؟ خاصكم نتوما ديروا الخدمه ديالكم، تعيطوا لهاد السيد وتستجوبوا. وزياده على هاد الشيء هذا كامل انا نعطيكم حاجه واحده اللي هي انا اللي غنحماق، اللي ما باغاش تفهم ليا، واللي ما اللي لحد الان ما مستوعبهاش. واش واحد غيموت في نص النهار غيتدفن في نص النهار؟ واش مول الدار اللي ما باغيش يسول وكيتغاب على هذه المساله هذه وعنده عباد الله حادثه في الدار ديالو؟ راه حادثه شغل راه غيتعاقب عليها، راه ممنوعه عباد الله هادشي. عباد الله راه راح الضحيه ديالها خالي انا اللي هاد السيد هذا شاب عباد الله عمر الخاتيري غيموت. ما يمكنش، علاش غيموت؟ قدر الله وما شاء فعل، وما من يتبسي في مات بغيره تتعدد الاسباب والموت واحده. اليوم هاد السيد هذا كتب عليه الله ومات، الله يرحمه. راه كيما قلت، ولكن راه عنده حادثه شغل وعنده خمسه ديال اليتامى، مول الدار ما غاديش يمكن تهرب من هاد المسؤوليه. اذا انت ملي كتهرب على هاد المسؤوليه راه كاين قانون، راه ناس عندها شركات كبار وكتخلص القانون ديالها. انا ماشي اليوم غتقول يا خالك راه اطار غير مهيكل، انت اللي مسؤول عليه، دار الحادثه عندك مسؤول عليه، خاصك تجري في هاد المساله كامله. عنده خمسه ديال الدراري شكون اللي غيعينهم؟ انت ما بغيتيش دير معايا مساله قانونيه، انا التجأت للقانون. ها هي غنوريكم، ها هو كلشي كيشوف، ها الورقه، ها هي شكايه مستعجله من اجل فتح تحقيق مع سبب وفاه وما تشريح الجثه والتحقيق مع المتواجد في مكان الوفاه. سبعه الناس كانوا خدامين معاه وما كاينينش، ودي ثلاثه ديال الناس شهود، ثلاثه شهود حتى هما راه غيتم الاستدعاء ديالهم، وغيتم الاستدعاء ديال دوك سبعه الناس اللي كانوا خدامين معاه، وديال هذا الشخص اللي هو خال خالي هو غدا. تانتا غيعيطوا عليك بلا ما نسميك، وتانتا يا مول الدار اللي كتغاب على هاد المساله، راه ما يمكنش. احنا في دوله الحق والقانون وكيحكمنا دستور، ماشي احنا في زريبه. ثلاث سيدي حيا راه ماشي مهمشه ولا في كوت ديفوار ولا شي، راه افريقيا وكلها مشاكل، المغرب عامر مشاكل. ثلاث سيدي حيا مهمشه، علاش هاد الشيء؟ احنا ديما ثلاث سيدي حيا مشاكل، رئيس جماعه مستشار، علاش هاد الشيء؟ علاش ما تكون شفافيه ومصداقيه؟ نهار الانتخابات كتوليو تجريو، باغين الصوت ديال المواطن، واليوم هاد صوت المواطن راه هو هذا اللي مات. علاش ما غيتخدش الحق ديالو؟ راه هادشي هذا لا يحمد عقباه عباد الله. كيما قلت اليوم انا خالي هادشي وقع عليه، غدا غيوقع على واحد اخر. هاد الناس خاصهم يقوموا من العمل ديالهم، ماشي اليوم انا ملي غنجي عندكم الدارك وتقول لي احنا توصلنا بان، وراه توصلتوا ولكن خاصكم ديروا تحقيق في الامر. وقال لي السيد ما جاش عندنا، السيد ما جاش عندك، خصك انت هي ترسل الناس ديالك وتعيط عليه وتجيبو استجواب عباد الله، وعيط على سبعه ديال الناس. شكون هما هاد الناس اللي كانوا خدامين معاه؟ وكيفاش وقع على هاد السيد؟ وفين وقعت ليه الحادثه؟ الدار حادثه شغل، وها هو الدليل.
هادي تات شغل. وهاي يا عباد الله كما قلت لكم وكما كنعاود نقول للناس، انا راه ما كنكذبش. ها تقرير الامن ان هاد السيد ميت. وهاي يا عباد الله الورقه ديال السبيطار بان هاد السيد ميت وجا ميت. انا راه ما كنهضرش بشي حاجه خاويه، انا راه كنهضر بدليل. الدليل راه باين. ما كنطلب والو، باغي غير الحق ديال خالي. الحق ديالو هو ان السيد مات عندك في الدار، دير معايا قانون. والقانون هو انه مات عندك في الدار، اذا حادثه شغل من الواجب انك تقوم بالواجب ديالك. جيتي كليتي جدغ ما تمشيتي، وجابك الصديق ديال خالي تصور بك بانه مول الدار رجا. الا جا مول الدار اليوم عمر الخاتيري راه مات ومات عندك في الدار، يعني خصك تقوم بالواجب ديالك. ولولا هاد المنابر الاعلاميه كيفاش بغا يوصل الصوت ديالنا؟ وكنتمنى من سيدنا نصره الله الا شاف هاد الفيديو، وراه كنشوف سيدنا راه ما كدوش عليه شي حاجه، راه اي حاجه كتلاح راه كنشوفها. هاد الناس نعم سيدي ديال سيدي يحيى راه ما خدامينش، راه ماشي بقاو يقولوا لك الهضره الخاويه. نعم سيدي هاد الناس ما خدامينش، والله يطول عمر سيدي، والله ما خدام شي واحد ملي غيموت واحد وغيتدفن في نفس النهار. فين هو هاد القانون؟ وكنتمنى من السي الحموشي يتدخل. هاد مول الدار كيقول لك انا عندي السلطه، انا كلشي في يدي، باش هاد الناس يجريو على هاد الاجراءات في النهار ويدفنوا هاد السيد هذا. راه موراهم ناس، وهاد الناس خاص السي الحموشي يتدخل. انا كنتمنى السي الحموشي هادشي راه ما كيدوش عليه، راه كيشوفو السي الحموشي، راه كتشوف هادشي وشحال من حاجه دخلتي فيها. والله يكبر بيك لما تشوف من حال هاد الناس. انا اليوم الواحد من الناس اللي ضعف خالو، خاصك تدخل وتشوف هادشي. وكما اليوم ضعف خالي، واحد اخر غدا غيضيع في اي واحد. هاد الناس كيبيعوا يشريو كما بغاو في عباد الله. ثلاثه سيدي حيا كلها مشاكل. الحمد لله اليوم الامن دخل لتمسنا، وكنتمناو انه يدخل سيدي حيا ويدخل مدينه عين عوده ويدخل الفردوس بركه. الامن اليوم كيدير الخدمه ديالو، الدار خاصهم حتى هما يقوموا بالعمل. ملي ما غتقوموش العمل ديالكم ونجي عندكم كمواطن وما تدخلنيش البيرو وما تعطينيش وقت، اميسيو لا جودان، اشنا هي هاد الخدمه؟ سيدنا نصره الله عطاك بدله وعندك رتبه بس قبلنا وتهضر معايا كمواطن. ما تقولش لي انا حقا، كانوا عندك ناس البيرو خرجوا من البيرو. اليوم انا ملي غنهضر هاد الهضره ما تقولش احقا كوفيد. راه انا جيت لعندك اعطيني وقت، والاستجواب راه حاجه عاديه انك تجي تعطيني وقت وتسمع ليا. ملي غتسمع ليا وغتعرف المشكل، على الاقل غادي ديك الساعه غادي تقوم بالعمل ديالك. هاد السيد غتعيط عليه، راه كتعرفو مزيان، عيط عليه. علاش ما جابلكش التقرير؟ علاش ما اتصلتش بك وقرب المكان؟ اذا هادشي وراه شي ناس، وهاد الناس اللي مورا حنايا راه غنبقاو تابعين حتى غنوصلو ليهم. راه غنوصل ليكم والله ما غنسكت. راه سيدنا نصر الله وأيده، راه كما كنقول راه حنا بدولة الحق والقانون، وما كيبغيش هادشي للشعب ديالو. راه سيدنا بوحدو اللي خدام، هو اللي كيفتح المشاريع، هو اللي كيدير. هاد الناس اش كيديرو؟ اليوم انا جيت نشوف هاد الدوار اللي ساكن فيه خالي، الطريق اللي داخله عباد الله عيط، الطريق اللي داخله ما كاملاش نص كيلومتر، وخارجه ميزانيه الزباله فلوس. راه الحماق هاد الناس هادو عباد الله، راه ما فهمتهمش انايا، بغيت نفهم. اليوم انا واحد السيد عمر الخاتيري راه ضحيه عباد الله ديال عمل شغل، بغيتي تدرقوا عليه. علاش غتدرقوا عليه؟ انا ما تنطلب والو، انا كنطلب الحق ديالو، وعندي وثائق وعندي مستندات راه كيما وريتهم لكم. تقرير طبي عباد الله ديال السويسي بن سينا بان السيد دخل ميت، تقرير طبي ديال الامن بان السيد راه دخل ميت، وانا داير شكايه للوكيل العام ودفعناها والحمد لله. الله يطول عمره استقبلنا، وانا كنقولها من هذا المنبر، استقبلنا وعطانا وقت وسمع لينا وقال لك انا غندير الاجراءات ديالي وغيتم البحث. هذا الشيء ما يمكنش. علاش هذا السيد غيتدفن في نهارو؟ كيفاش هذا الشيء؟ هذا الشيء راه لا يعقل. اذا هاد الناس هادو من اللي غيخدموا معانا، الله يذكرهم الله يطول عمرهم. كنشكرهم من هذا المنبر والله يطول عمرهم، راه الناس سمعوا لينا الحمد لله. انا اليوم عندي نص فرحه. علاش؟ لان وليت كنجبد المستحقات ديالي اللي غادي نهضر بها، وعندي ورق وعندي ادله، ماشي غنهضر من فراغ. كاين الناس دابا اللي كيتصلوا، مازال الناس غيتصلوا بزاف، راه كاين ناس محامين وما كيرضاوش بهذا الشيء. كاين جمعيات، انا ما يمكنش اليوم غيجيو عندي جمعيات ولا غيجيو عندي ناس اللي غيبغيو يساعدوني، ما عندي تدليل انا، وما عندي الادله. اليوم انا كنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا من هذا الشيء هذا. راه الناس ديال تمارا، الناس ديال تمارا راه ماشي حنا ما كنثيقوش فيهم. الناس محكمه تمارا راه عندهم عباد الله شفافيه ومصداقيه وكيخدموا، وهذا الشيء هذا راه كيشوفوا فيه. اذا ملي غيوصلكم هذا الشيء، هذا راه ضحيه عباد الله ديال عمل شغل، ما طالبين والو. مول الدار كيتغابى، الصديق ديال خالي
دا الناس الشهود دار اللي بغى تيقول لك هاد السيد مقطوع من الشجره. هاد السيد راه عنده عائله كبيره ما مقطوعش من الشجره، عنده خوته عنده خواتاته عنده نسابه عنده عائله كبيره. عمر الخاتيري وسولوا على عائله الخاتيري شحال كبيره، راه معروفه، والقايد المكي الخاتيري راه معروف، راه حنا عائله كبيره، راه ما غنضحكوش على راسنا. واللي ما كيتوقش لا تيسول، عائله الخاتيري عائله كبيره ماشي عائله صغيره اللي كيقول لي مقطوع من الشجره. ودي مرتو ما قارياش وتقاتليني ليك، ودي ثلاثه شهود ملي سولك تقول لي هاد الناس تابعيننا. هذا كامل خير، الله يرحم الوالدين من الناس المسؤولين انهم يتحركوا. الحمد لله انا اليوم بديت الاجراءات ديالي وغادي في هاد الاجراءات وما غاديش نسكت، وغادي نطالب بالحق ديال خالي. ما باغين والو، لو هاد مول الدار عطانا وقت ما غيكونش هادشي هذا كامل، لو جا وطبق معنا القانون ما غيكونش هادشي. ولكن ملي ما طبقتيش القانون ودرتي خروقات في القانون ودفلتي خالي في نص النهار دفنو، هذا راه الحماق. راه اي واحد اي طبيب من هاد المنبر الا سولت غيجاوبني عي جواب، وكاين شي واحد يموت في نفس النهار مضروب بلا مول وغيتدفن في نفس النهار. اكرام الميت دفنو ولكن مع تحقيق. ديتي ثلاثه ديال الشهود باش تخرج السيد وتجيبو دفنو، وكتقول حكا راه خوتو هاني عايف العروبيه، راه هو ساكن حكا هنا، راه ما كاين حتى مشكل، ما كاينش لا يهضر الدنيا هانيه. لا، اليوم كلشي كيطالب بالحق ديالو، واولهم انا كنهضر، انا ولد اختو كنتحمل مسؤوليه حسن البرقي من ساكنه مدينه الرباط، كنطالب حق خالي. ما باغي والو، انا ما كنطعن حتى واحد وما باغي نظلم حتى شي واحد، ولكن انا تعرضت للظلم، خالي تعرض للظلم عباد الله. حادثه شغل وكتغابوا عليها، علاش المنابر الاعلاميه كلها اليوم كتجي لعندنا وكلها اليوم كتجي كتسجل معانا فهاد القضيه؟ علاش؟ لان ولات قضيه راي عام، ما بقاش واحد القضيه اللي غنفتو عليها. ثلاث سيدي حيا زعير، راه عباد الله راه مدينه، هي راه مدينه في المغرب، ومن حقنا اننا ان نطالبوا بالحقوق ديالنا. ما باغين والو، تنطلبوا من السي الحموشي انه يدخل في هادشي. راه كاين الناس اللي ولات كتحدى القانون، هاد الناس ولاو كيقولوا حنا هما القانون. راه ما يمكنش ملي داروا القانون ديالهم حتى حنايا راه درنا الحاجه اللي هي قانونيه بالوراق وبالمستندات ديالنا، وكنطالب من هاد الناس يديروا معنا شي حل. وكنشكر هاد الجريده هادي اللي خدات الصوت ديالنا، وكنشكر من جميع المنابر الاعلاميه اللي جات، ومازال الناس منابر اعلاميه جايين. علاش؟ لان هاد الناس هادو راه جاو وشافوا الحق عباد الله، وشافوا هاد الدراري وبقاو فيهم. حنا كنعرفوا ان الانسان قاسي اقل من 18 سنه ما يمكنش نصوروه، ولكن راه لو يجي شي واحد اللي ما كيتيقش يجي يشوف بعينيه هاد الدراري، يجي يشوف هاد الدراري فين كانوا عايشين. الخالي هو الوحيد المعين اللي كان خدام عليهم، المراه ديالو كان كيقول لها انت تبقاي غير في الدار، لاله معززه مكرمه، انا نخدم انا نجيب ليكم، كان هازهم بمعنى الكلمه. وهادشي ما كنقولوش من فراغ، راه كاين الناس الساكنه ديال الدوار كامل اللي كتعرف عمر الخاتيري. هاد السيد هذا راه ماشي داري، هاد السيد انسان اللي الله يعمرها دار. وشحال من واحد غيشوف هاد الفيديو غادي يسمع عمر الخاتيري وغيعرفو شنو كيسوى، وشحال من واحد من هاد المنبر الاعلامي غيشوف حسن البرقي وكيعرفو شخصيا. انا ماشي معدي، انا اليوم كنهضر على حق خالي، وكنتمنى من الناس انهم يدخلوا في هادشي. وكنشكر هاد الجريده هادي اللي جات وعطاتنا حق وعطاتنا صوت اننا نهضرو وتوصل الصوت ديالنا لهاد الناس. وهاد سيدي حيا زعير اللي كانت مهمشه وما بغاش يهضروا على هاد الناس ديالها، انا جاي من الرباط وكنهضر وغنبقى نهضر، والله ما نسكت. ما بغيتوش ديروا الخدمه ديالكم، كاين الناس اللي باغا تخدم، كاين الناس عندها كفاءات خليوها تخدم. علاش عباد الله اليوم واحد غيمشي ضحيه وتبغي تغطيو على هاد الشيء؟ راه ما يمكنش. الا كنتم مورا هاد الشيء هذا كاين القانون فوق منكم، كاين محمد السادس وكيحكم لنا دستور، والله ما نتفك معاكم. وكنتمنى من الله ان الناس المسؤولين يتدخلوا في هاد الشيء، راه حنايا قايمين بالواجب ديالنا ومازال ما غنسكتش، وغنبقى نهضر حتى الاخر رانا، حتى ناخذ الحق ديال الخال ديالي عاد غنقدر نعس. الشهر المبارك شهر رمضان اللي كيدخل بالغفران عباد الله على الناس، والناس كتمشي للعباده. حنا ولينا اليوم عايشين عباد الله فايقين، ما بقيناش ناعسين. الولد ديالو اليوم انا بالليل ما كينعش، كيبات يبكي، كيفيق على هادشي اللي شاف فيه باه. هاد الولد هذا راه كي غيولي البنت 14 سنه كيفاش بغات تقرا؟ هاد الوليدات اللي غيكبروا لمن غيقولوا بابا نهار العيد شكون غيدخل عليهم ولا شكون غيدخل عليهم؟ عباد الله الحوايج العيد وجايين اعياد، راه الله المعين، راه كاين الله فعلا الحمد لله. ربي كبير ما كيسد باب حتى كيفتح بيبان، وكما هاد الولاد خلاهم باهم راه غيكبروا باش ما عطى الله، حنا راه ما غنفوتوهمش. ولكن لا، حنا بغينا الحق ديال هاد السيد، راه من حقنا اننا السيد حديد شغل. واه الا كان هاد الناس المسؤولين كيفهموا
احنا بغينا الحق ديالو ما بغينا والو. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.